هذه الحاجة لما فتحنا السوفت وير بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. أهم حاجة الأول دلوقتي بنتكلم على الحجم، فالحجم حجم العينة كام الأول بغض النظر عن إيه طريقة المعاينة اللي أنا هستخدمها، يعني عينة طبقية، عينة بسيطة، عينة متعددة المراحل، عينة متماثلة، خلاص. فبرضه في بعض الحاجات موجودة. أول حاجة أنا عايز أحدد الحجم، فهاجي على أول واحدة أختارها، جيت إيه الأتريبيوت سامبل سايز. أول حاجة بيظهر لك ديالوج بوكس كده زي ما أنت بتعوض في القانون، هو في ليه قانون هوريه لك برضه. فأنت بتحط الشكل بتاعك، فحجم المجتمع عندنا إحنا بنقول يا 10,000 يا 10,000 يا أكتر من 10,000، فممكن يبقى 500 400 200، فلازم يكون حجم المجتمع، ما ينفعش آخد إيه عينة أكتر من حجم المجتمع. طبعا العينة المثلى في حدود 400، من 380 ما تقلش 85 ل 400، بس لو كان حجم المجتمع 300 فهو ما راح اجيب 100 من حته ثانيه، فبتعمل حاجه ثانيه في القانون اسمه ايه معامل للتصحيح. فاحنا دلوقتي هنا بيطلب منك ايه حجم المجتمع. لو كان المجتمع غير محدود، اول ما بتحط هنا ايه صفر فوق ال 10,000 خلاص ما تفرقش، مليون ما تفرقش، يعني بعد ال 10,000 هنحس ان ما فيش ايه فرق. ده الايرور ريت اللي هو نسبه الخطا اللي انت سامح بيه، وهي درجة من 1 لـ 5%، مش هي درجة الثقة، درجة الثقة اهي في الغالب او الاعم عندنا 95%، يبقى الالفا ب 5%. فسي لو احنا خليناها 2 الديزاير بيرسيشن اللي هو الفرق اللي انت مسموح فيه كوثوقية في النتيجة دي عشان تعممها على المجتمع، هي برضو في الغالب درجة من 1 لـ 5. خلاص سي خليناها 3، عند هذا الحد اقول له ايه كالكوليت السامبل، هيروح يبقى العينه هنا حجمها كام؟ 83. طب لو شلت صفر، خلي بالك صفر بقت كام دلوقتي المجتمع بتاعك؟ 1000. خلاص بقى العينه كام؟ خلاص يعني لما بيصغر حجم العينه بيصغر معاه الحجم. طب لو كان العينه 100 فالمفروض برضو ايه؟ ها بقى اوكي، يعني شفتوا يعني بنفس الاتجاه بتاع حجم المجتمع بيظهر معاك يعني ايه بيتفاعل طرديا مع حجم المجتمع. طيب لو كم مليون بقى، ده كده صفرين، اتنين اتنين بقى ايه مليون. خلاص كان كام الاول فاكرين؟ عند ال 10,000 كان كام؟ 82، دلوقتي بقى 83. طيب حط صفر تاني، خلاص زيادة بسيطة أوي، خلاص لا تذكر، ما بتكملش الواحد. فاحنا خلاص رسينا على كده ان وصلنا ان بعد ال 10,000 خلاص بيبقى المجتمع ايه؟ خلاص شايفين كده؟ يعني 84. طيب يبقى العلاقة طردية بين الحجم المجتمع وحجم العينة. بالتبعية لو رحت على درجة الثقة خليتها 99%، خلاص هيطلع حجم العينة يزيد، فكل ما بيزيد درجة الثقة بيزيد ايه برضه؟ يبقى الاتنين دول دلوقتي ايه؟ طرديين، ماشي. حلو. طيب الحجم الثاني هنشوف كده اللي هو الاكسبكتد ايرور، الاكسبكتد ايرور الخطا المتوقع اللي هو ما بين البارامتر والاستيميت، ما بين الميو والاكس بار، ما بين الباي والبي، ما بين الاس والسيجما. خلاص فلسي خليناها دلوقتي بقت ايه 5 مثلا، خلي بالك 5 يعني انا زودت اهو، دلوقتي هم ايه 84 بقت كام؟ يعني كل ما بزود ده بتزيد معاك، يعني نسبة الخطأ اللي انت مسموح لك، يعني سي لو الشكل النورمال انت بتدور على نسبة في المجتمع فهي عند النص، فلو قلنا نسبة الخطأ 5% يبقى من النص دي 5% بلس و5% ماينس، يعني انا سامح ان انا اقبل لو النسبة جت من 45 ل 55. خلاص؟ طيب لو قلنا لنا النسبة بقت 1، انتوا عارفين كنا عند 2 كانت كام؟ 84، دلوقتي كانت 202، دلوقتي بقت كام؟ قلت، يبقى برضو دي ايه؟ عكسيه ولا طرديه؟ طرديه معاك بنسبه الخطا، كل ما تزود نسبه الخطا ها؟ حجم العينه يزيد، يبقى دلوقتي 3 طرد. طب هو دكتور يعني احنا القانون اللي احنا عارفينه هقول لك عليها هطلعه لك دلوقتي. بس اما نشوف. خلاص تعال نشوف كده الكلام بتاعنا، نرجع تاني لو ان ده 2 وكان 3 ده الاصل بتاعنا كان 84. ايوه ما هو ده، هي دي.
هو الديسيجن ايرور ده. الاكسبكتد ايرور ده المفروض ده بيرفلكت بقى الهوموجينيتي او الستاندرد ديفيشن. هقول لك والله القانون عشان تبقى عارف دلوقتي كانت دي 3، طب لو خليناها 1 هنخليها 1 الرقم ايه؟ يزيد. فالهنا العلاقه عكسيه خلاص. طب لو خليناها 2 خلاص، كانت من الثمانينات 85 بقت 747، لو هي 2 بقت 187. يبقى مع ساير بيرسبشن اللي هو القدرة بتاعتك عشان تعمم النتيجة من العينة بتاعتك على المجتمع تطلع ايه؟ ذات علاقة عكسية. طيب خلاص عرفت الحجم، طب انا عايز اعرف ايه الكلام ده وانا اقدر اجيبه منين؟ دوس على الهلب عشان نعوض في القانون. فين القانون بتاعكم؟ مديك مثال القانون اهو، شايفينه؟ اللي انا علمته ده الزد سكوير في الان حجم المجتمع في الايه؟ في الايرور، في المكمل بتاعك واحد ناقص الايرور خلاص، على الاي تربيع البرسبشنز بتاعتك في الان في الزد سكوير في الاي في الاي خلاص. طيب ده للسهوله القانون بتاعك. طب لو ما كانش عندك حجم المجتمع مش محدود، كنا بنعوض في العلاقه اللي كانت بتقول ايه؟ خلي بالكم الاي في واحد ناقص اي او اللي احنا كنا بنسميها بي في كيو، ده الايه؟ الخطا بتاع النسبه. فالخطا بتاع النسبه غير الخطا بتاع المتوسط لو انت بتدور عليه، غير الخطا بتاع الرينج، غير الخطا بتاع السيجما. فدي كلها بارامتر انت عايز تقدرها في المجتمع. طيب نشوف كده هذا الكلام، كان القانون بيقول ايه؟ بيقول ان ان خلي بالك بتساوي شرطه كاسل فوق في البسط زد سكوير اللي هي هنا دي. الان مش هحطها في الاعتبار خالص لا بسطا ولا مقاما، فخلاص الايرور بتاعك كان في النسبة، في حالة ان انت بتدور على نسبة المنتخنين نسبة الراضيين، فبقول ان الاقرب للنص حيث ده بيديك اعلى خطأ اللي هو النص. نص في نص، نص في واحد ناقص المكمل للنسبة، يبقى ايه؟ ها؟ زد سكوير في الغالب هي في حدود 1.96، هنعتبرها 2، يبقى 2 مربع ب4، في نص ب2، في نص تاني يبقى ب1، يبقى البسط اللي فوق ده كله ايه؟ 1 تقريبا. خلاص اقسمه بقى على سكوير او البريسيجن سكوير. البريسيجن سكوير بتاعك الدي دي حلو، هتطلع كام في الغالب برضه في العلوم الاجتماعيه بتاعتنا؟ هي 5%، يبقى 5 من 100 اضربها في نفسها يبقى 5 على 10000. هتطلع ال 10000 من البسط تحت تطلع في المقام فوق، يبقى 10000 على ايه؟ على 5 هيطلع 400. خلاص بترد 400 على طول تقريبا في الحدود دي. طبعا لو غيرت الاثنين اللي كانت دي خليتها 1.96 هتطلع بالظبط 384. مفهوم. فاحنا يعني بنقول ان ده الحد الادنى. طيب حلو الكلام. طب لو كان بقى الكلام اللي احنا قلناه دون، شفت البي في الكيو الزد سكوير ثابت، البرسيجن بتاعتك بتاع القرار ثابت، الحته بتاعت لو كنت بتتكلم على المجتمع ها في العينه بتاعتك بتدور على نسبة، يبقى بي في كيو اللي هي ايه؟ هو 4 ماينس اي. خلاص لو كنت بتتكلم على المتوسط فبتتكلم على الستاندرد ديفيشن مقسوم على جذر ان اللي انت طلعتها بره هناك. خلاص وهكذا. فده الخطا بتاع الايه؟ التقدير. طيب عرفنا دلوقتي الحاجه، العينه بتاعتك في الغالب لما بتختارها ابسط لو كان المجتمع في نفس الحدود او نفس الهوموجينيتي او نفس الطبيعه او نفس الخصائص، فبتختار عينه بسيطه. خلاص احنا عرفنا الحجم كام، خلاص كده. طيب لو جاي تشوف الكلام ده هو عندك تمام، اللي انت عرفته سي، طلعنا احنا عايزين 100 من 1000 واحد، المجتمع بتاعي 1000 فعايزين نختار منهم كام؟ 100، مفترضا ان ال 100 دول هوموجينيتي مع بعض متجانسين نفس الخصائص. سبت الاولانيه انا مش عايز اخش في التفاصيل جوه، بس اروح على الايه؟ ها الجنريت الراندوم سامبل اهي. هيقول انت عايز تبدا بكام؟ هقول له هبدا من 1، انا معايا انا او 1000 اي رقم هتبدا من، والتاني هيبقى الايه؟ ال 1000 كلهم بوبيوليشن كله. انت عايز منهم كام؟ 100. خلاص مرتبين ولا مش مرتبين يا سيدي؟ هيروح ايه؟ هتقول له راندوم، هيروح مدي لك ال 100. فدول 10 كولم شايفين كده؟ ف 10 ايه؟ رو. خلاص وهو مرتبهم اهو، يعني ما فيش هنا مسموح بالدبليكيت. لو عايز مسموح بالدبليكيت يعني دول 10 في 10 شايفين، يعني انت هتختار من الاطار بتاعك اللي انت عارفه مثلا دول الموظفين في المعهد، الموظفين في البنك،
الشخص رقم 13، الشخص رقم 22، الشخص رقم لحد 996. طب لو دوست جنريت تاني هيطلع لك ارقام تانيه مختلفه، جنريت تالت، لان ده كله ايه راندوم. طيب لو انت مسموح بالدبليكيشن خلاص ودوست ممكن مسموح، في الحاله دي ممكن تلاقي رقمين زي بعض، شايف زي 196 و196. فهل هتسحب الشخص ده مرتين او المفرده دي مرتين؟ ريبليسمنت وزاوت ريبليسمنت. اي بالظبط. خلاص؟ فدون الجزء الايه بتاع العينه. طب لو كانت عينه طبقيه، يعني ايه عينه طبقيه؟ بتختار من الاول محافظه، ومن المحافظه بتختار مركز، ومن المركز بتختار قريه، ومن القريه بتختار حوض من الاحواض اللي مزروعه بالذره عشان تقدر متوسط محصول الذره بكام او الفدان بكام. خلاص؟ فكل ده اسمها عينه متعدده المراحل، لغايه لما وصلت للحوض ده هتختار منه عندك كم فدان في الحوض مزروعين ذره، وهتختار منهم هذا الكلام. لا ده انا وانا كنت بتكلم احنا عندنا نوعين من الدراسه، اكاديمي ومهني، فدول لها طلاب ودول لها طلاب. هنا المهني حوالي 300 واحد والاكاديمي حوالي كام؟ 800 واحد. فلازم هنا عينه طبقيه تماثل هذا المجتمع. فلازم تماثل العينه اللي هتاخدها لازم تبقى بنسبه كام؟ 300. شوف نسبتها 300 على 1100 و800 على 1100. خلاص؟ طيب هتخش طبقه ثانيه. ده دول في دبلوم ماجستير دكتوراه، وهو نفس الكلام هنا. دخلت بقى على وحده العد الطلاب، داخل كل واحده في ذكور واناث. يبقى الاول خدت 2 في 3 ب 6 في ذكور واناث، يبقوا 12 مجموعه. حسب وزن في المجتمع بتختار العينه من كل واحده، ان هم تقريبا شبه متجانسين. يعني الذكور اللي في الدبلوم، لا ده انا عايز اقول له لا ده في الدبلومات هنا 4 دبلومات تاني. يبقى ال 12 في 4 بقينا ب 48. خلاص مجموع وزن ال 48 دول في المجتمع لازم يطلع نفسه في الايه؟ في العينه اللي انت هتاخدها من الحجم اللي انت حددته بالبرنامج بنفس النسبه في العينه. سي ال 100 دول كنا احنا خدناهم 80 20 مثلا. فيبقى ال 20 دول متجانسين مع بعض، هختار من ال 20 ده هم من ال 100 نسبه المجتمع كانت 20، فهختار من ال 100 دول 20 هم مين اهم؟ وهختار منهم 80 اللي هم هم بقوا بقى دلوقتي اسمها عينه طبقيه على ايه؟ استراطه ولا اتنين استراطه. خلاص؟ طب لو كانت عينه ايه متماثله؟ نفس الكلام، بتيجي بترتب الناس خلاص؟ وبتختار واحد منهم. طبعا هنا فوق في الاول كده زي ما انتم شايفين كده ايه؟ في ايه؟ 7 كراسي. المفروض في واحد تامن هنا موجود اهو. فهم 8. 8 في دول كام يا حبيبي؟ 8 دول في ايه؟ ها؟ في 4 يبقى ب 32. فباجي أول مرة بختار من الثمانية رقم من 1 ل 8. حلو؟ رقم من إيه؟ من 1 ل 8 عشوائي. حلو؟ اخترته طلع رقم 3 أهو. فكل اللي قاعدين في رقم 3 دول أخدهم. 3 وما يوازيه. ما أروحش بعيد، فدي عينة متماثلة. خلاص؟ ودي بتمشع في الحاجات بتاعة البيوت وكده. يعني إيه سيمتريك. سيمتريك لا سيمتريك دي سيمتريك عينه متماثله، يعني تاخد بيت وتسيب بيتين، تاخد بيت وتسيب 5 بيوت وترجع للبيت السادس وهكذا. لان في الغالب تقريبا بيبقوا شبه بعض في المنطقه السكنيه سواء عشوائيه او كويسه يعني راقيه. الكلاستر اللي احنا قلنا لكم شويه بتاعه الحوض والمحافظه والقريه وكده، كلاستر دي اسمها كلاستر، عينه ايه طبقيه. خلاص؟ فبتنزلي من واحده بتنزلي الواحده لواحده كده. طب هي الكلاستر زي عينه ايه؟ ها؟ كلاستر هي الطبقيه. السيمتريك لا. مش هتحط الطبقات عشان كده بختار كلهم على بعض الطبقات كلهم على بعض. بالظبط، بس انا معتمد يعني مثلا انت في مدرج كده ولا في محاضره عايز تعرف رضا الناس، فخلاص باخد اللي قاعدين في السطر ده قدامي على طول. خلاص؟ فده المثال. في طبعا عندنا بعض الحاجات البي بي بتاعتك او البروبابيلتي بروبورشن سامبل تقدر تشوفها تقيم تحسب الكلام بتاعك، التوتال بوبيوليشن البرسنتج بتاعتك بكام، السامبل سايز بتاعتك بكام. يعني على سبيل المثال اهو هقول له دول ب 1000 5 السامبل سايز بتاعتك طلعت ب 100، واخد بالك؟ الايرور اللي انت سامح لنفسك فيه
خمسة، فبتقول له ايه ورينا الايه الليفل بتاعك، فبيديك هنا ايه هو عاكس القانون كده. ايوه يعني انت بتدي له الحجم فهو المهم يديك الايه الالفا بتاعتك. طب واحد تاني يديك الايه البيتا. الفا ده احتمال ان انا اقبل الفرض او اقبل الحجم دون وهو خطا لا يمثل المجتمع. التاني لا، احتمال ان انا ارفض وهو كان يمثل المجتمع، خطا النوع الاول والتاني. فده برنامج متخصص في الايه في برضه نفس الكلام، تقدر تشوف تقول له للهلب يديك نفس القاعده او القانون اللي انت بتشتغل عليه. ما هو في النهايه هتطلع وقف على اصغر طبقه عندك، هيطلع واحد واحد واحد، مجموعه مجموعه، اي ايه سيمبل راندوم سيمبل في النهايه. طيب ده الكلام الاولاني. هنشوف بقى ايه الكلام بعض السوفت وير الاخرى، مثلا سي زي المينيتاب. فعندي هنا ايه كالكوليت اهو، شايفين الباور اند سامبل سايز، كل ده ايه هنا بيبص عليك على مين؟ بيبص عليك حسب الاسلوب، انت بتتكلم على سامبل سايز فور استيميشن ولا بتتكلم على حدود موثوقيه بتاعه التولرانس، ولا عينه واحده بالزد ولا بالتي، ولا عينتين مستقلتين ولا مرتبطين، كل الكلام اللي عندك اهو. خلاص؟ فانا هقول له انا عايز اعمل السامبل سايز بتاعي. حسب انا هنا بختار بقى حسب الاسلوب. هتروح قايل له انت عايز تتكلم على مين؟ اهو شايفين هتتكلم على مين ولا على الفاريانس ولا على كل ده ايه؟ معالم انت بتدور عليها. فلو قلت له مين بالنورمال او مين بشيء معين؟ طب فيقول لي الستاندرد ديفيشن بتاعك انت عايزه كام؟ مثلا اي رقم انت بتحطه. اول حاجه المارجنال ايرور بتاعك انت عايزه كام؟ بعدين تقول له اوكي، فهيقوم يدي لك ايه؟ هذا الكلام اهو شايفينه؟ طلع لك الايه؟ الحجم بتاع العينه، فالحجم بتاعك على تو سايد المفروض ان يطلع بكام؟ عينه ذات حجم 4 في الضوء اللي انت عامله ده. طيب ممكن كل واحد ايه؟ اه تقدر تشوف القانون من الهلب برضه. طيب عندنا برضه الستات جرافيكس اهو. طب انت بتتكلم في الستات جرافيكس ده سوفت وير ثانيه، فانت بتتكلم في حاجه عندك هنا بتتكلم على الايه؟ الميجرمنت بتاعتك او شايفين السامبل سايز ايه؟ ايه؟ ديترمينيشن، عايز تحدد 1 سامبل ولا 2 سامبل ولا فانا هتكلم على 1 سامبل بالمثل الباقي. انت بتدور على مين؟ على النورمال مين؟ على النورمال سيجما، على الباينوميال، على البواسون، فده الديفولت عندك. خلي بالك اول ما تقول له اوكي خلاص انا مش هغير في حاجه. اول ما تقول له اوكي هو بيدور على ان المين بزيرو والستاندرد ديفيشن بتاعك السيجما بواحد، يعني ده الستاندرد نورمال. عايز تغير بارامتر غير لو انت عارفها في المجتمع، هتقول له اوكي. يقوم انت بتاخد واحده من دول، واحده تقوم تجيب لك الباقي. يعني لو اديته الحجم هيديك الايه؟ الالفا والبيتا والايرور. لو اديته الابسوليوت ايرور اللي هو سامح لنفسه دلوقتي ياخد واحد بلس وواحد ماينس. عايز الباور، عايز السامبل سايز نوت ايكوال بدرجه ثقه 95 ولا ليس ذان ولا جريتر ذان، يعني اختبار طرفين ولا اختبار طرف واحد. لو قلت له اوكي هيرسم لك الشكل ويقول لك الحجم بتاعك في العينه اللي انت بتاخدها دي كام؟ 7، وده الشكل بتاعك. طب لا انا مش عاجبني الشكل دون، وانا هتكلم على ان هو ايه؟ مش متوسط، ده انا هتكلم على ان هو ايه؟ بروبورشن، نسبة قدرها كام؟ نص في المجتمع، او الاقرب للنص انت بتاخده. اشمعنى الاقرب للنص؟ لان نص في نص ب 25، فده اكبر خطأ ممكن. 2 في 8 ب 16، 1 في 9 ب 9 من 100 يعني 10 من 100، فاكبر خطأ بيجي عند النص. انت سامح لنفسك بيه برضه نوت ايكوال ولا ايكوال، يقوم يديك. فطلع كام هنا دلوقتي؟ الظاهره بتاعتك بتتبع نسبه، توزيع نسبي، موافق غير موافق، راضي غير راضي، فده الشكل بتاعك. شايفين النسبه هنا طلعت بكام؟ تقريبا في حدود، عشان احنا كده كنا بنقول دايما ان هي ايه؟ 400. طيب في بعض الاشياء الثانيه تقدر تعملها زي ما احنا شفنا. خلاص فاكرين كده؟ تقدر لو كانوا عينتين، لو كانوا كابابيلتي كنترول تشارت سكريننج ديزاين، كل تختار حسب كل واحده وتقدر تشوف الهيب. في عندنا برنامج دي برنامج احصاء، برامج احصاء. هو مش موجود في الاس بي اس اس بس موجود، تقدر تعمل له اوامر يطلعها لك. فانا هوريكم مثال على يا اما نسبه يا اما متوسط يا اما رينج. خلاص؟ ايه بعض الاساليب الثانيه اللي انت تقدر تاخدها؟ في برنامج اهو شايفينه اسمه ايه؟ ده متخصص فيه، هيديك بقى ايه؟ اوبشن اكتر للاساليب. بس ده اسمه ايه؟
باور اناليسيز سامبل سايز. باور اناليسيز ايه؟ خلاص. دون متخصص فقط فين؟ في العينات حسب الاسلوب. فلما هتيجي تشتغل وبدي لك تعليق عليها، دي احد منتجات شركه اسمها ان سي اس اس. فطبعا دي الاساليب اللي عندك اهي، بتتكلم على المين شايف، وكل ما تروح على واحده كده يديك كل ايه اللي فيها. خلاص. البروبورشن، الكوريليشن، الريجريشن، السرفايفل، الدايجنوزز، الفاريانس، الكواليتي، ها الداتا اوف اكسبيرمنتال، يعني اساليب كتيره بقى هنا دلوقتي. فناخد بس مثال على اعلى واحده كده، وان سامبل اهو. انت عايز تست الايه؟ الاكسبيرمنتال ولا لفرق الديفرنس ولا الايه؟ فاقول له لا انا خلاص انا عايز اشتغل على ها تست للايه؟ للديفرنس مثلا، فرق المتوسط ده. فيقوم يديك المثال اللي انت عايزه. شوف بقى، خلي بالك دي الاوبشن اللي عندك. انت عايز تدور على مين؟ فلازم يبقى باقي الحاجات اللي في الداله عندك ايه؟ معلومه. يعني انت بتدور على حاجه ما تكونش انت ايه؟ موجود. فبتدور على حاجه انت اللي بتدور عليه دلوقتي ايه؟ سامبل سايز اهو. دلوقتي الباور ب 90، هو من 90 ل 80 ده كويس خلاص. وده الالفا، يعني هنا ما كانتش ظاهره في السوفت وير اللي فاتت ان بيديك البيتا بكام؟ اللي هو الباور، يعني واحد ناقص البيتا ده الباور. وده الشكل بتاعك اللي انت بتدور عليه، المين بزيرو وواحد على انه هو ستاندرد نورمال. لو انت عارف المين قوله، لو انت مش عارف خلاص مجرد ما تقول له ايه رن هيروح مطلع لك النتيجه. بس ايه الميزه اللي هنا بقى اللي هو بيطلعها لك؟ الميزه اللي هنا اللي هو بيطلعها لك بيعلق لك على النتيجه. خلاص. يبقى دي اول ميزه عندك في هذه السوفت وير، النال هايبوثيسز ايه؟ وده الباور، وده الان، وده الالفا، وده البيتا، ولا المين بتاعك. انت يلزمك عينه ذات حجم ايه؟ واحد، بس الافكت سايز بتاعك بواحد وفقا لهذا المطلوب. والمرجع لذلك هو ايه؟ المرجع ده وده، مرجعين اهم. طيب كتب لك، علق لك على النتيجه او استمر خلاص بالظبط. فالان بتاعتك انت عرفتها خلاص، هي فين اهي؟ اللي هي كام؟ 13 خلاص. وهيديك رسمه كده يوريك هي فين الشكل بتاعك. طبعا انت ممكن تقول له انا عايز اختار باكتر من الفا واكتر من بيتا، تقدر تختار بس نفس الفكره. طيب عايز تشوف الكلام دون اللي انت عملته او اللي اتعمل قدامك في البي اي اس اس، تقدر تخش من هنا مباشره وانت واقف على اللي انت واقف عليه وتعمل ايه؟ فاكرين عندنا حاجه مهمه جدا، ان انت تروح تقول له ايه؟ وريني ايه الهلب. هو حتى كاتب لك الباور دي معناها تكون درجه من 70 80 90 خلاص. وممكن تقول له ايه؟ من 70 ل 90 كل ايه؟ كل 10%، يبقى 70 80 90 يعني. لو مش عايز تصغر واحده فيقدر يديك اوبشن كده خلاص. اهو فين الاوبشن اللي عندك؟ او تغير الباور اهو، تغير الالفا اهو ماشي. عايز اقول له من 1 ل 10، شفت الكلام دلوقتي اهو، انا غيرت الالفا. هيعمل لك ايه؟ هيديك الرسمه بتاعتك. شفت بقى، بدل ما كانت نقطه واحده اديك احجام مختلفه عند البارز الايه المختلفة اللي انت عملتها، وهذا المرجع وعلق لك على النتيجة، وده الشكل بتاعك بتاع الأحجام المختلفة. أكتر حاجة توصل لكام في هذه الخيارات؟ عينة ذات حجم وأقل حاجة 11 خلاص. أنت بقى تقدر إيه تشوف، وتقدر تشوف الهلب ويعلق لك على هذا النتائج، على هذه النتائج. ده اسمه إيه؟ بي إي إس إس باور أناليسيز إيه سامبل سايز. طيب كده احنا خلصنا الجزء الخاص بتاع السامبل سايز، وبالتطبيقات بتاعتك تقدر تطبق. بس مفيش حاجه بقى، في برامج اخرى بس انا مش عايز اخش في تفاصيلها بقى. لو انت بتتكلم في مسح ميداني هو بيقدر لك كل بارامترز انت بتدور عليه. مثلا لو بتتكلم على، بتسال الناس عن نسبه رضاهم هيدي لك وخطاها كام، نسبه استخدام وسائل تنظر وخطاها كام، العمر عند الزواج الاول متوسطه بكام، الارتباط ما بين العمر والطول مثلا كان كام، كل الفرق خلاص سيرفيس. بس ده بيطلع بيقدر لك الخطا لكل تقدير، ما انت ساحب عينه فبيسجل البيانات ويطلع لك لكل بارامترز اللي انت عايزه. دي برامج كده اسمها زي ايه، برنامج اسمه ايسا، بيعمل لك للمدخلات دي
البارامترز اللي عندك دي بيعمل لها ايه؟ في فرق بين البارامتر والاستاتستيك، هو مقدرها استاتستيك من العينه فبيدي لك لكل واحده وخطأها المعياري كام. خلاص؟ ايوه خلاص، ما هترجع في النهايه برضو. خلاص بقى، ما خلاص بقت مدخله. انا كنت بس عايز اسال حاجه ثانيه، لما باجي في الاس بي اس اس وبعد الحاجات اللي احنا اتعلمناها، انا بقسم لهم كلهم سنتر، طب لو انا عايزاهم سنتر كل واحد مين؟ هوريك والله، وحياه ربنا هوريك. هي مش متاحه مباشره في الـ في الاس بي اس اس بقى دلوقتي، مفيش حاجه كده قايمه لا في داتا او في انالايز ان هي تديك سامبل، الا فين؟ شايفين كده فين اللي يديك الكلام ده؟ كومبلكس سامبل. خلاص، بفرض ده نفس المجتمع بتاعك، بس هنشوف دلوقتي انا لو انا عايز احدد حجم العين سلكت ايه سامبل، هتقول له الديزاين بتاعك ها موجود فين، ولا انت هتعمل ديزاين؟ فاقوم اقول له لو عندك ديزاين موجود قبل كده بتدور عليه في الحته الفلانيه، ما عندكش انت اللي هتعمل اديت وتصمم الديزاين بتاعك. وشفت انتوا شايفين كده الرزق الكلام ده، يعني عايز اقول زي ورق الكوتشينه كده، في احمر وفي اسمر وفي قلب وفي مربع وفي معين وكده، فيبدا يختار منهم الايه ازاي. يعني شفتوا ايه عينه ايه بس ايه متعدده المراحل. عايز ترسم انت سامبل معينه، هتقول له فين الملف، لو انت عايزه مجهز الملف بتاعك. ما عندكش خلاص هتقول له نيكست، هيكمل معاك يقول لك الله طب هو موجود فين. المثال شايفين اسمه ايه؟ سي اس بلان. فانا بدور على حاجه موجوده عندي قبل كده تكون معموله على هذا الايه؟ الملف، او انت تقدر ايه؟ تختار. ماشي؟ ديزاين سحب العينه، يعني الديزاين ايه؟ انت عارف من الفريم كام؟ انت عارف شكل الديزاين انت مصممه من الاول. ده استراتيفايد، ده راندم سامبل، وهكذا. خلاص بتكمل وبيقول لك بقى ايه، بيطلع لك النتيجه. لا طب انا هقعد اعمل كده والكلام ده، طب ما انا عايز حاجه سهله وصريحه مباشره. قلت له خلاص ماشي، انا هكتب مثال بس هكتبه بشكل اوامر. سنتكس فده عندك المتوسط والبروبورشن والرينج، انا اختار واحد منهم مثلا. خدنا مين؟ هو نفس الفكره ماشيه على الاثنين. فهيبقى عندك يطلع لك حجم العينه، حجم العينتين مرتبطتين ومستقلتين وعده عينات اكتر من مجموعه. خلاص، فبيقول لك انا هعمل ماتريكس هكتب فيها السامبل سايز بتاعتك. لا دي كلها ايه؟ كوماند انت بتنفذه. خلاص، لما بتنفذه اديني الكلام بتاعك كله اللي انت تقدر ايه تشوف كل الكلام ده. كل اللي عليك ان انت ايه تشغل هذا الايه، هذا السنتكس زي ما احنا ايه متعودين. سلكت اول اهو، هيقوم يديك كل واحد منهم. نمشي بقى كده نشوفهم بسرعه. هو كل واحد ايه بس الامر موجود عند اول واحد اهو، بيتكلم على ايه؟ السامبل سايز مع الكونفيدنس انترفال بتاعتك عن 1 مين. لو كانت درجه الثقه 95، البرسيجن بتاعك ب 2%، الستاندرد ديفيجن ب 8.7، يبقى حجم العينه كام؟ خلاص ماشي. نشوف اللي بعد، اللي بعد بيقول ايه؟ السامبل سايز بس ايه برضه هنا غير درجه ثقه بقت بكام؟ 99، فيبقى الحجم كذا. خلاص؟ طب هنا لو كان السامبل سايز بتاعتك برضه ايه؟ بقت كام؟ قرب ال 1 99 و9. خلاص؟ فزاد الحجم بتاعك، يعني كل اللعب دلوقتي فين؟ في الكونفيدنس انتر. طب انا عايز اقعد بقى اشوف كل الكلام ده اهو، هيديهولك في حته واحده لو انت بتتكلم على الميم بس. ده ايه؟ على اساس ايه؟ صيغه كوهن، اللي هي ان الفرق ما بين الايه؟ التقدير اللي انت بتقدره والبارامتر اللي انت بتدور عليها في المجتمع. فيقول لك لو الالفا بكذا هي 2 تيلد ولا 1 تيلد، والباور بكذا دي الاحجام اللي ايه؟ اللازمه عندك. طيب اختار بقى اللي انت عايزه. طب لو كان في الكوهن بقى بالنسبه لك انت عندك المين والستاندرد ديفيشن والكوهن ده اللي هي زي درجه الارتباط بينهم ان هم يبقوا ايه؟ بيرد سامبل او ريليتد سامبل، يعني زي قبل وبعد في المريض. فبرضه نفس الكلام عند الباور المختلفه، عند الالفا المختلفه، تقدر ايه؟ تختار الحجم اللي انت ايه عايزه. طيب قال لك ايه لو الكلام بالنسبه لك دون برضه 1 مين بتاعك بس انت عايز الالفا برقم و2 تيل والان بتاعتك، تحسب الباور انت كام؟ يعني فاكرين زي ما انت بتدي له حاجه معلومه يقوم يديك المجهول في المعد. نفس الكلام بالاحجام، بس هنا لو كانوا ايه بقى ايه؟
عينتين شايف كاتب لك ان واحد وان اثنين، بس في حاله ان هم ايه الريشيو بتاعتهم ايه واحد يعني متساويين 50 50 3 كل رقم هو نفسه في العينه الاولى زي العينه الثانيه خلاص. طيب هذا الكلام يعني ايه بالنسبه لنا؟ ها طب لو الاحجام مختلفه ايه اللي يحصل؟ خلي بالك ده كله سينتكس انت بتشغله فبيديك الايه الاختيارات، هو مش متاح مباشره. نشوف هنا كان هنا الرقم كام؟ الضعف، يعني العينه الاولى لا ضعفها الثانيه 38 المفروض الضعف 76 فبقت 75 145 290 مش العينات مش متساويه، فبرضه يديك الحجم والتوتال بتاع المجتمع. فانا عندي هنا دلوقتي انا اعتبرهم طبقتين خلاص. نفس الكلام اللي انت بتعمله دون كله موجود قدامك هنا برضه ايه هنا لو كانوا ثلاث اضعاف يعني لو الاولى ثلاثه والثانيه تبقى ايه 99 يعني قول 100 وهكذا ماشي. فبالاحجام المختلفه تقدر تخطئ، يعني انا عايز من العينه الاولى ان هم ايه كام هتقول له دي ودي يبقى الاثنين مجموعهم كام العمود الاخير التوتال كابيتال ان. برضه نفس الكلام هنا بس خلى الديتكتنج بتاعتك او الاستاندردايز مين بتاعك خلى الكوين ديفرنس بتاعهم لا يتعدى 3 من 10 خلاص، فيبدا دي الاحجام بتاعتك. كل دون متاح عندك تقدر ايه تشوفوا لو عينه لو عينتين فهم بس دول هنا بقى ايه اندبندنت، شايفين الكلمه دي مش ريليتد، اللي فاتت كانت بيرد او ريليتد، برضو نفس الكلام عند عينه وعند عينتين يطلع الحجم بتاعك ايه كام. واضح؟ طيب نفس الكلام برضو على الكلام بقى لو انت خدته بصيغ مختلفه عند البروبورشن وعند الرينج بتاعك او الستاندرد ديفيشن حسب المجهول، بس هنا لازم تعمل له ايه زي ما انتم شايفين كده سينتكس عشان يديك الكلام دون تقدر تحفظه. طب واحدة منهم اللي انت عايزها خلاص تقدر تاخدها وتحطها فين؟ هتلاقيها موجودة فين؟ في شيت الداتا بتاعتك اهو، ادي الالفا والبيتا 1 تيلد و 2 تيلد والباور بتاعك هيطلع شكله ايه، فتبقى ايه موجودة ايه عندك مباشرة خلاص. يبقى ده بس هو مش متاح مباشرة في الاس بي اس، فانت بتعمل سينتكس موجود هبقى ادولكم او شغل، بس لازم انت تكون فاهم اوامر يعني ايه انت بتقول له ايه خلاص. ده هذا الكلام. هنشوف بقى الجزء التالي